مدينة ماسينيا العريقة عاصمة مملكة باجرمي، والتي مضى على تأسيسها أكثر من قرن، وقد شهدت العديد من أحداث تاريخ بلادنا الماضي والمعاصر، حيث تبلغ مساحتها 61405 كيلومترا مربعة. اليوم مدينة ماسينيا خرجت بحلة جديدة شكلت لوحة فنية جميلة ضمت كل المدن المتاخمة لها: دربالي، تشيكنا، إيري، أنغودي، كلمت، كرنك، ماجور، ماي، ميري، بوديو، وكل المواطنين ومواطنات هذه المدن والقرى المتاخمة لمدينة ماسينيا خرجوا من كل فج عميق يستقبلون ضيف الإقليم رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو، والذي يزورها لأول مرة منذ توليه زمام الحكم في البلاد. وفي تمام الساعة العاشرة والنصف تقريبا حطت طائرة الهليكوبتر المقلة لفخامته في أرض المطار، حيث كان في مقدمة مستقبليه حاكم الولاية السيد أحمد عبد الله فضل وعمدة بلدية ماسينيا السيد يحيى باشا وقائد الدرك الوطني للمنطقة العسكرية رقم 13. وتأكيدا لروح الوطن والسلام والإخاء أطلق فخامته حمامتين رمزا للسلام الذي تنعم به ولاية شاري باجرمي بصفة عامة ومدينة ماسينيا بصفة خاصة، وذلك قبل أن يمر بطابور الشرف العسكري ويقدم التحية العسكرية أمام كبار ضباط قواتنا المسلحة الوطنية التشادية، كما صافح فخامته المستشارين الوطنيين وكوادر الولاية واحدا تلو الأخرى. ومن الناحية الأخرى وعلى جانب الشارع الرئيسي من المطار وحتى مقر إقامته اصطفت الجماهير بكل ألوانها تصدح بالهتافات والزغاريد رافعين الأعلام مستقبلين فخامته بحفاوة بالغة في عاصمة مملكة باجرمي العريقة. ومن المتوقع بأن يعقد رئيس الفترة الانتقالية رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو اجتماعا موسعا مع مختلف منظمات المجتمع المدني وكبار مسؤولي المنطقة وأعيانها والقوى الحية فيها ليطرح المشاكل التنموية والسياسية والاجتماعية وتفعيل المشاريع القائمة في مختلف مدن الولاية.